عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي التدريبات اللي نضعها على الصفحة التعليمية العراقية لكرة القدم هي الحقيقة مشاركة بسيطة في وضع برنامج عربي بجانب برامج عربية أخرى لما يعرف بالتعليم المستمر. فالتعليم المستمر جيد، التعليم المستمر الآن سيطر على كل شيء. ففي هذا الزمن، زمن الكورونا يسمون الكورونا فيروس الكوفيد 19، هذا الزمن نحتاج به إلى ما يعرف استخدام عالي للتكنولوجيا من أجل إدامة التعلم، ضروري جدا. فهذا أردت أكتب ملاحظة أنه هذا الحقيقة البرنامج وهذا الشعار هو برنامج تعليمي أكاديمي ميداني تدريبي لكافة المدربين حول العالم، فما يأخذ بالاعتبار أخبار الرياضة وأخبار اللاعبين وأخبار البطولات، لا ما يأخذ بالاعتبار أبدا، ما له دخل. وفيات، أفراح، انتقالات، هذه مو شغلة اللي يسموها المواقع التعليمية. وفي يعني أنا أتابع مرات مواقع يقومون بها أخوة هواة رائعة، تقدم معلومة وتقدم أخبار جيدة، لكن أنا هذا أنشأته كبرنامج تعليمي كما ترى أنت، إيراكي فوتبول إيجوكيشن بروجرام. لما يكون إيجوكيشن بنوع من الرقي الذي يتصل بعدم التدخل في أحداث كرة القدم في الدولة أو في العالم. فهذا كلام يعني أريد يعني أوصل لبعض الأخوة اللي قد يعتقدون أنه إحنا ما ننشر أخبار المنتخب، نتابع، لا، إحنا نتابع المنتخب ونناقش ناس متخصصين ويسألوننا ونجاوبهم، لكن ما أرغب أنا المؤسس لهذا البرنامج أنا أجعل من هذا البرنامج برنامج تواصل اجتماعي، لا، هذا برنامج تعليمي أكاديمي فني للمدربين حول العالم العربي، ويشارك به مدربين حول العالم من أجل أن نضع بصمة بسيطة للتعلم عن بعد إلكترونيا بواسطة يعني فكر عربي ويشمل الجميع. يعني أنا أمثل مدربين، مدربين يمثلوني، فيكون سمعة الكرة وسمعة الناس المشتغلين بالكرة جيدة. فما راح نعلم به أخبار وهاي. أنا مثلا أحد المرضى الآن صديقي جدا، صديقي وعزيز علي، ما راح أنشر صورته والمرض والكذا، لا، هاي توقفت، وإنما أخذت تليفون ولده وأرسلت له رسالة وطلب التليفون والده عشان أتصل به، أتمنى له الشفاء العاجل من أعز أصدقائي. فحتى النشر قيمته قليلة، بينما التليفون المباشر لإنسان مريض مثلا قيمته كبيرة في نفس الإنسان المريض، والحمد لله والشكر. وإن كنت لم أحصل إلى الآن على الشخص المعني، ولكن كتبت له رسالة وقلت له شيء يرضي الله تعالى في ما يمر به والده. فما في أخبار، يعني هذا الموقع اللي يعني أريده خالص للتعلم وللتعليم، وبعيد كل البعد عن ما يسمى بما يدور في منظومة كرة القدم في أي دولة أو في العالم. ما لي دخل يعني منه لاعب، منه أحسن، ليش الأرجنتين فازت على البرازيل، ليش هذا، في مواقع راقية أنا أراجعها بالعكس، واستمع إلى عرب وعراقيين على مستوى عالي من التحليل والفكر وتفنيد الأسباب، وهذا يفرحني. فقلنا خلنا نعزل هذا فقط للتعلم، ما ندخل به أي أشياء أخرى. ولو بالسابق أدخلنا به الوفيات والأفراح لا، الآن توقفنا. قبل صار اتفاق، أنا عندي مجموعة يعني تابعوني حقيقة مقربين إلي يعني فيتابعوني، فهم اللي اقترحوا على الدكتور موفق هذا خليه بس التعلم.
فنخليه بس التعلم، وأي أشياء أخرى موجودة هي على صفحات التواصل الاجتماعي المحترمة. فحبيت يعني أنبه لهذه النقطة. النقطة الأخرى أنه تمارين المراقبة، سألني واحد شائعة بالعالم، يعني أنا قبل 8 سنين وضعت التمارين المراقبة، 8 سنين الآن شائعة بالعالم. مثل هذا التمرين، تريد تشوف شنو هذا التمرين، تشوف واحد دحرجة، اثنين شنو اثنين إيقاف الكرة، زين ثلاثة شنو ثلاثة تحول اللاعب اللي دحرج يوقف الكرة خلف المجموعة المقابلون، شوف السهم هذا، بينما اللاعب اللي بأعلى الزاوية هاجم الكرة مال هذا اللاعب ولعبها للاعب اللي بالزاوية الأخرى، يعني مناولة الأقمار واحد، فدحرج إيقاف الكرة، الرد السريع خلف المجموعة المقابلة، بينما اللاعب الأول بالمجموعة المقابلة أو بالزاوية المقابلة العليا يركض بنفس الوقت، يوقت ركضه عشان في لحظة عبور اللاعب المدحرج يكون هو وصل للكرة، لعبها إلى زميله بالزاوية السفلى، وهو نفس هذا نفسه انتقل بحركة ركض قوسي، شوفه حول العلامة حركة رقم 5، قدم نفسه كجدار إلى زميله في الزاوية السفلى، فزميله من استلم من اللاعب دحرج مسافة، يكون اللاعب اللي لعب له الكرة قد عمل ركض قوسي ثم دخل بين العلامتين، قدم نفسه كجدار، بينما اللاعب أبو الدحرج لعب الكرة إلى اللاعب الجدار، هي الكرة اللاعب الثاني صوب على المرمى، ولاحظ أنه لاعب الدحرج بعد أن أوقف الكرة غير مكانه، راح ركض خلف المجموعة بالزاوية العليا، لاحظ أنه اللاعب اللي دحرج راح خلف المجموعة، اللاعب اللي جاء من المجموعة بالزاوية العليا بعد أن عمل نفسك كجدار، لاحظ الحركة رقم 10 راح خلف المجموعة بالزاوية السفلى، بينما اللاعب المجموعة السفلى اللي صوب على المرمى راح خلف المجموعة اللي بالزاوية العليا الأولية، اللي معاهم كرات معاهم، فراح خلفهم، فغيروا مراكزهم. إذا كل اللاعبين راح يؤدون الفعالية بتسلسل منطقي جيد، أنه مرة يصوب مرة يهيئ مرة يصير جدار كذا كذا. هذه التمارين المرقمة يسألني عليها سائل، الظاهر يعني الظاهر بالمغرب العربي اللي بي مدربين على مستوى عالي وكرتهم عالية جدا، المغرب العربي قال أنا يعني ما جربت هاي التجربة الميدانية وكذا، فاتفقت وياه أرسل له الطريقة اللي رقم بها التمارين بدون شرح. هذه المدربين الأجانب من زمان يستخدموها، إنه ما في شرح، ما في شرح، يعني أنا ما أشرح، هو مبين واحد شنو دحرج، اثنين ممكن أن تضع ملاحظة صغيرة هنا، تقول إيقاف الكرة والتحول خلف المجموعة، تسمي المجموعة أي وبي مثلا، أنا أسمي مجموعة الزاوية العليا ومجموعة الزاوية السفلى، فيوقف الكرة ويروح خلف المجموعة الزاوية العليا رقم 3، الحركة رقم 3، بينما همكو حركة رقم 3، لأن من وقف الكرة صارت حركتين اسمها رقم 3، واحدة اللاعب الأول اللي مجموعة الزاوية العليا يهاجم الكرة سريع، بينما اللاعب اللي وقف كرة يروح خلف المجموعة اللي يتحرك منها هذا اللاعب، فبدلوا مراكز الآن تقريبا. إذن اللاعب اللي جاء من الزاوية العليا لعب الكرة للاعب الأول في الزاوية السفلى، وقدم نفسه بعد أداء دورة كاملة حول العلامة، ونزل بين العلامتين ذني اللي أمام الهدف تبعد 15 ياردة أو 18 ياردة، هي نفسك الجدار للاعب اللي بالزاوية السفلى اللي استلم منه الكرة، فيدحرج، والدحرج هاي عبارة عن توقيت لإعطاء المجال للاعب اللي لعب له أن يدور حول العلامة ويرجع بين العلامتين، يقدم نفسه جدار إلى اللاعب المستلم
شوف اللاعب المستلم حركة رقم 5 دحرجة 6 مناولة لهذا اللاعب اللي ركض ركض قوسي 7 يهيئ للكرة 8 يهاجم الكرة يصوب ويحدث تبادل المراكز. هذا شرح بسيط لطريقة ترقيم الفعاليات أو ترقيم التمارين التي توجد الآن أخذت يعني حيز كبير من ما يعرف بطرق التعلم في ما يعرف بالإيليرنج، يعني تعلم عن بعد زين، تعلم إلكتروني زين، مو زين الآن هو الفيصل في إدامة العلم والمعرفة. أنا دائما أقول هذه إخوان تمارين أتمنى أنه تحفظوها فقط بالترقيم بالترقيم بالترقيم. هذا التمرين إذا أكو بي صعوبة واحدة هي الصعوبة، أنه رقم 2 شنو؟ رقم 2 راح أضع لك ملاحظة إيقاف الكرة، بس كلمة إيقاف الكرة والتحرك خلف المجموعة بالزاوية العليا، فيكون تمرين بشيء الكثير. وإن شاء الله إذا منحنا الله سبحانه وتعالى فرصة نضع هذا التمرين بالمتحرك. طبعا نغير، نقدر نغير بيه، نجيب المجاميع الكرات بهاي الجهة نعكس اتجاه التمرين، نسوي الانطلاق يصير من جهة يعني يمين الهدف الآن من جهة يسار الهدف هل الكرات، ونغير بيه. يعني تغيير ضروري جدا جدا. هذه فكرة وملاحظة لهذا اليوم، اليوم اللي هو 11/7/2021. ودائما السؤال فقط لله، لا يسأل المخلوق وإنما يسأل الخالق، بأن يديم الصحة والعافية والرزق الحلال على جميع إخواننا المتابعين، وخصوصا الذين يشاركون في هذه البرامج، أي يضغط على كلمة مشاركة. والملاحظة الأخيرة اللي أذكر، أنا لغيت كل الصداقات، ما بعد تجيني صداقة معك، وخليت الموقع مفتوح للجميع، يعني ما أغلقته وقلت إلا شرط تصير صديق. لكن ما فائدة أنه تضع برنامج يكلفك جهد بدني لا مثيل له وجهد مالي، بعدين أقول لك قد يكلفني هذا في سبيل أن أخرج شيء جديد لإخواني وأبنائي المدربين، فماكو فائدة. يعني هذا تريد تشارك وتكون صديق، أوكي. أنا واحد يرسل لي صداقة أروح للملف ماله، أروح للصفحة ماله، إذا شفته أنه عنده مشاركات كثيرة برنامجي وهذا كل فيديوهات منقولة عنده على صفحته، رأسا نعطي صداقة وتشيل لك الصداقة. أول برنامج ببلاش ومتى ما تريد تحصل عليه، فتوكلوا على الله وكونوا مدربين متابعين، طوروا أنفسكم ذاتيا بالتعليم الذاتي، وهذا تعليم ذاتي وهي ورش عمل جيدة بإذن الله تعالى. مع السلامة.